Okay, my brother said at £68 for those that can afford it, £480 for those that can afford it. But I ask you, my brothers, please, please, no one leave today without making at least a small contribution that you can afford. Because you may not think it's much when I say £68 or something. Whoever can afford that, do it. But if you can't afford that, give as much as you can or as little as you can. Because when all of this comes together, it adds up to bigger amounts, inshallah. So brothers, I encourage you, jazakumullah khair, donate generously. Help us keep the power in the masjid running. Help us finish the bill of the year. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا صلوات ربي وسلامه عليه عبده ورسوله تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله أحدثكم عن أعظم وصية أوصى الله تعالى بها عباده المؤمنين أحدثكم عن أعظم وصية أوصى بها نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أمته
أحدثكم عن أعظم خصال أهل الإيمان المفلحين الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم ووصفهم بالفلاح والنجاح، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون تأكيد عجيب، مؤكدات بعضها وراء بعض. قد أفلح المؤمنون، من هم يا رب؟ أول خصلة من خصال أهل الإيمان هي هذه الخصلة التي أحدثكم عنها في هذه الخطبة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين يخشعون في صلاتهم، الذين يستحضرون أنهم يقفون بين يدي الله تبارك وتقدس، يقفون بين يدي الله عز وجل مالك السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض، يستشعرون ذلك. فعندما يقفون أمام الله سبحانه وتعالى يقفون بخشوع، يقفون بخضوع، يقفون باستسلام لله تبارك وتقدس. الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا أردت أن تعرف يا عبد الله هل أنت من أهل الفلاح والنجاح أم أنك من أهل الخسران والضياع، فاسأل نفسك يا عبد الله هل أنت ممن يخشع في صلاته. اسأل نفسك عن حالك مع الصلاة، هل تبدأ الصلاة فتقول الله أكبر وهمك كيف تخشع في صلاتك، كيف تتصل بربك وخالقك، أم تقول الله أكبر وهمك آخر الصلاة، همك أن تنتهي من الصلاة، أن تتخلص من الصلاة؟ نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول لبلال: يا بلال أرحنا بالصلاة. كان يجد راحته وهناءه وسعادته وطمأنينته في الصلاة. يا بلال أرحنا بالصلاة، لأن الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. عندما تواجه مصائب هذه الدنيا، عندما تواجه المحن في هذه الدنيا، عندما تواجه الغموم والهموم في هذه الدنيا، استعن بالصلاة. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو أهمه أمر كان يفزع إلى الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. واستعينوا بالصبر والصلاة، تذكر هذا دائما عندما تصاب بالمحن والبلاء والهموم والغموم. قم إلى صلاتك، اتصل بربك، عندها تجد الراحة والطمأنينة والسعادة والتثبيت من الله تبارك وتقدس. الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم أخذ الله تعالى يعدد صفات أهل الإيمان فقال: والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ثم ختم الله تعالى صفاتهم فقال: والذين هم على صلواتهم يحافظون. بدأها بالخشوع في الصلاة وأنهاها بالمحافظة على الصلاة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. هكذا تنجح يا عبد الله، وهكذا تفلح يا عبد الله. إذا أقمت صلاتك، تأمل كتاب الله تبارك وتقدس، لن تجد آية تأمرك بالصلاة أمرا مجردا، ولكن تقولك أقم الصلاة، أقم الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة،
وأقم الصلاة لذكري أول وحي يوحى به إلى موسى عليه السلام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة أي اجعل للصلاة مكانا وحظا في حياتك. أقم الصلاة وفيها حقها كما قال أهل العلم، أعطيها حقها. الله تبارك وتقدس عاب أهل الكتاب فقال: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، حتى توفوهما حقهما بالعلم والعمل. كذلك أمر الله تبارك وتقدس فقال: أقيموا الصلاة. وأقيم الصلاة، أقمها، أديها كما أمر الله تبارك وتقدس، وفيها حقها من الطمأنينة والخشوع. يقول أحدنا: الله أكبر. أتعرف ما معنى هذا؟ أتعرف ما معنى الله أكبر؟ رجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل المسجد ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه جالس، فصلى الرجل صلاة ثم جاء وأقبل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام السلام، ثم قاله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل أولا صلى صلاة نافلة لأنها تحية المسجد، دخل المسجد صلى صلاة في الغالب أنها تحية مسجد، أنها نافلة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤدبه ويراجعه ويقول: حتى هذه الصلاة التي هي نافلة ارجع فصلها كما أمر الله تبارك وتقدس، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ما قال صلاتك ناقصة، لم تصلي، لأنها كانت صلاة سريعة. فرجع الرجل فصلى كما صلى، ثم عاد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قالها ثلاث مرار، ثلاث مرات، حتى قال الرجل: يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى صلاتك فأسبغ الوضوء. استعد للصلاة بإسباغ الوضوء، بإتقان الوضوء، لا تستعجل. ثم قال: ثم كبر، قل الله أكبر. ما معنى ذلك؟ الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من مواعيدي، من التزاماتي، من عملي، من تجارتي، من أهلي، من كل شيء. الله أكبر. عندما تقول الله أكبر استشعر ذلك، تلقى عليك سكينة في قلبك. الله أكبر من كل شيء. إن جاءك الشيطان ذكرك بأي أمر من أمور الدنيا، تذكر أنك قلت الله أكبر، وسترددها مرارا أثناء صلاتك: الله أكبر عند ركوعك، والله أكبر عند سجودك. قال: فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، اقرأ الفاتحة أو اقرأ سورة بعدها. ثم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكع، حتى تشعر بالطمأنينة في ركوعك، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، حتى يرجع كل مفصل إلى مكانه وكل عضو إلى مكانه، تستقر حتى تطمئن ساجدة، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. واعلم أنك ما انتقصت شيئا من هذا إلا انتقصته من صلاتك. سبحان الله. فهل تأملنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تأملنا هذا الحديث العجيب؟ رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه في آخر أيام عمره يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: كان من آخر ما قاله النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو يغرغر بنفسه ينازع الموت، قال: الصلاة الصلاة، حافظوا عليها، أدوها في وقتها، صلوها بخشوع وطمأنينة،
الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم وما جعلهم الله تعالى تحت أيديكم جعل لكم سلطان عليهم. راقبوا الله تعالى فيهم، راقبوا الله تعالى في الصلاة وراقبوا الله تعالى في هذا. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، كانت هذه آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته قبل أن يغادر هذه الحياة. فماذا فعلنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. All praise is due to Allah alone. We praise Him, thank Him, seek His guidance and His forgiveness. We repent to Him, we seek refuge in Allah from the evil of our souls and our sinful deeds. Whoever Allah guides, none can mislead, and whoever Allah misleads, none can guide. May Allah bless you. If you are recording using a mobile, it's not allowed during Jum'ah. In the Jum'ah prayer, you should be always attentive. Shouldn't record or use your mobile at all. May Allah bless you and reward you. The Nabi sallallahu alayhi wasallam, a man came to the masjid while he was there. And the man prayed the sunnah prayer there. He finished the prayer, came to the Nabi sallallahu alayhi wasallam and said, Salamu alaykum ya Rasulullah. The Nabi sallallahu alayhi wasallam replied the salam and said to him, go back and pray. For indeed you have not prayed. The man went back and he started praying like before. And he returned back to the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. And the same advice was given to him. Go back, for indeed you have not prayed. And imagine and reflect upon the statement of the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Said to him, go back, you have not prayed. Not your salah is incomplete. Not your salah is not perfect. Go back and pray, for indeed you have not prayed, subhanallah. And he told him that 3 times. Until the man said, Messenger of Allah, I don't know any better than this. Could you please teach me? So the Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to him, when you get up for prayer, make sure first of all, you perfect your wudu. Perfect your wudu. Asbigh al-wudu. Then he said to him, and then begin with Takbir, Allahu Akbar. And let's reflect on this. Allahu Akbar, it means what? It means Allah Ta'ala is the greatest. Allah Ta'ala is the greatest. Greater than anything. Greater than your business, your commitments, your appointments, whatever you have in this life. Greater than your entire life. So when you say Allahu Akbar, you must feel it. And must understand it. And feel shame to think about anything else except the revelation of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah azza wa jalla the Almighty. And then he said to him, then recite the Quran. And then go for ruku', bow down. And bow with tranquility. And then when you get up from ruku', do it also with tranquility. And then when you go for sujood, likewise, go for sujood with tranquility. And when you sit down, likewise, do it with tranquility. And do that throughout your prayer. And make sure if you pray like this, then your salah is complete, it's perfect. And whenever you reduce anything from your salah, or you don't adhere to my advice, then you are reducing your own salah. You are omitted from your own prayer. Subhanallah. Brothers and sisters, Allah Ta'ala, the Almighty in the Quran, when He spoke about the people who came after the prophets, spoke about us. We came after the prophets. Allah Ta'ala described their conditions. And I would like every one of us to ask himself, is he meant by this verse or not?
Allah Ta'ala in the Quran said, when he spoke about the prophets, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam. And then he said, Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. And after them came a generation who wasted the prayer. Subhanallah. Allah Ta'ala didn't say they left the prayer or they abandoned the prayer. Allah Ta'ala said, wasted the prayer. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. And they follow their own desires, their own whims. First of all, whenever you waste the prayer, whenever you neglect the prayer, you will follow your own whims and your own desire. They came together. If you find yourself, you are inclined towards responding to your own whims, you can't control your own whims and your own desires, then look at your salah. Because your salah will prevent you from indecency. Salah will prevent you from anything, from debauchery. Salah will prevent you from evil actions. وَأَقِمِ الصَّلَاةِ. Establish the prayer. Why? إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Indeed, your salah will prevent you from indecency and wrongdoing and debauchery. So ask yourself when you pray, does your salah help you to stay away from the haram actions or not? If not, then your salah is not perfect. Your salah is incomplete. Your salah might be rejected. Allah Ta'ala said, أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. They wasted the prayer. They put it into waste. What does that mean? It means that salah itself is an opportunity. It's a great opportunity. The salah is a chance for you to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. The salah is a chance for you to find tranquility. The salah is a chance for you to find peace of mind, to find happiness, to connect with your Creator. You are wasting it. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. May Allah ta'ala guide us. May Allah Ta'ala enable us to be from those who establish the prayer. Allah Ta'ala, when He spoke about the believers, He never said those who offer the prayer. Allah Ta'ala said those who establish the prayer. What does that mean? It means that you should have the salah as something essential in your life. The salah as something that has a great value in your life. You have to establish it in your life. You have to give it its right. Establish means in the Arabic language, iqamatu salat means to give it its right. So give its right. Pray with khushu', with tranquility. Reflect on Allah's words. Wallahi, you will find a great impact in your life. You will be amongst the successful in this life and the hereafter. Why? Because the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, the first thing you will be asked about on the day of judgment is your salah. Your salah. If it's right, if it's perfect, you will be safe and successful. But if your salah is incomplete, you will be a loser. You will be a loser. I ask Allah Ta'ala to enable us to be from those who adhere to His commands and His advice and His recommendations, and to enable us to be from those who establish the prayer and give it a great value in their lives and act upon what Allah Ta'ala said to them. Those who have done their udhiyah, alhamdulillah, may Allah bless you and may Allah accept from you. Those who haven't done their udhiyah, you still have one more day. The udhiyah time finishes on the 13th day of the Hijjah. If you want to do it, you still can do it, inshallah ta'ala. And you can gain the reward of Allah subhanahu wa ta'ala by doing this sha'ira, this great act of worship. Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin, wa adhill al-shirk wal-mushrikeen, hayyi li hadhihi al-ummati amran rashada, yu'azzu fi ahlu ta'atik, wa yu'afa fi ahlu ma'asiyatik, wa yu'maru fi bil-ma'roof, wa yunafi al-munkar, wa tuqalu fihi kalimatu al-haq, la yakhsha qailuha fi Allahi lawma tala'im, wa aqim as-salam.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Stray the lines and fill the gaps. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر